السلام عليكم، بنرحب فيكم في الأسبوع السادس. الأسبوع السادس هنتكلم في مادة Fundamentals of Renewable Energy عن الويند إنرجي. الآن نيجي نتطلع إيش الموضوعات اللي هنتكلم فيها. هنتكلم على Describing Wind Energy Global Market, Determining Global Installed and Potential Wind Energy Capacity, Read Wind Energy Global Market Forecast. بنتكلم على الأنشور اللي هي على الأرض وفي المية Offshore. Enumerate the main sources of wind. Explain the differences in wind velocity profile between inshore and offshore wind. Compute the energy yield of a wind turbine based on its power curve and the wind characteristic of capacity factor. Explaining the concept of velocity deficit and its impact on wind farm layout. And determine the components for wind power system. زي ما حكينا الموضوعات اللي هتكلم عنها، هنتكلم على introduction to wind energy global market, onshore wind energy, offshore wind energy origin and characteristic, والwind aerodynamic والwind power system. إذا بنيجي نتطلع على الwind, around the world a new wind turbine is built every half an hour. يعني في الدول، معظم الدول اللي عندها سواء شواطئ بتطل على البحار والمحيطات او اللي عندها مناطق مرتفعة بتحاول تستغل طاقة الرياح لبناء توربينات واستغلال الكهرباء بناء على الويند. الآن هذا بمعدل حاليا التوجه العالمي، هذا كل نص ساعة ينبنى ويند توربين. الويند توربين عادة مش زي السولار بي فيز، السبب انه هذه عادة بروديوس الات اوف باور. يعني انت بتتكلمش على زي ما احنا بنتكلم بالكيلو وات، بنتكلم هنا بالميجا وات. This new turbine will be able to power over 1700 houses. زي ما نشوف 1700 بيت. This presentation aims to introduce you to some of the key figures of the wind energy market. In 2015, wind energy reached a new milestone where over 60 gigawatt of new wind turbine were installed. هذا في السنة 2015. طبعا الحين لما نتكلم من 2015 ل 2021 الإحصائيات بتحكي على التوجه العالمي أكتر بكتير من هيك، بس حنطلع على الخريطة كمان شوية عندنا في العالم. الآن الـ Global Wind Annual Installed Wind Capacity إيش بنلاحظ؟ من 98 عمالها بتزيد في السنوات اللي عندنا. الـ Curve is going up، يعني لما نتكلم احنا over 60 الآن يمكن عندنا بتوصل تقريبا 100,000 ميجا وات او 100 جيجا وات انستولد في هذه السنوات اللي احنا بنتكلم عليها. هنا بنتكلم على تقريبا 14% growth and almost 1 million unit installed. هذه طبقا لاحصائيات تبعت الورد ويند انرجي اسوشيشن. الان الجلوبال كوميونيتيف انستولد ويند كاباسيتي ايش بنلاحظ احنا؟ هان عمالها بتزيد بشكل ملحوظ، وهي زي ما حكيت الكيرف اللي عندنا تقريبا لينير. يعني انت بتتكلم على حاليا 2021 بنتكلم على حاجة قريبة لل 100 اللي عندنا 1000 جيجا وات او 1 تيرا وات اللي بنتكلم عليه الكوموليتيف انستولد ويند كاباسيتي. البروجكت اذا بنيجي نطلع عليها، البروجكت ويند كومولاتيف كاباسيتي ان 2022 از 840.9 جيجا وات جلوبال كومولاتيف انستولد ويند كاباسيتي فروم 2001 تو 2018 از 539.3. بنلاحظ البيج جامب اللي عماله بيحصل.
واحنا يمكن على ارض الواقع قراب لل 1000 جيجا وات. الان هذا بتبين لنا الكونتريبيوشن في العالم. بنلاحظ اللاعب الاساسي اللي بتدور على فري انرجي اللي هي تشاينا، بيجي بعدها اليو اس، بتيجي بعدها الايش لما نيجي نطلع عليها جيرماني، اللي بعدها سبين، اللي بعدها بنطلع عليها هنا اللي هي انديا. الدول الثانيه بنلاحظ انها بتمشي في هذا المجال. بس اطلع في حاجه مشتركه بين هذه الدول، ايش هي؟ الامريكا، جيرمان، سبين، يو كي، كندا، فرنسا، هذول بشكل عام، والبرازيل بتطل على المحيط الاطلسي. الان ايطاليا اللي بنتكلم على مرتفعات، الهند بنتكلم على مرتفعات في هذا المجال، والصين وبتطل على المحيط الهادي، وهدول مناطق دائما بنلاحظ غنية جدا بطاقة الرياح. الـ new installed capacity in 2015 in the European Union، بنلاحظ بشكل أساسي الويند لاعب رئيسي، البي في لاعب رئيسي، الكول أقل من هيك، الغاز أقل، الأذرز أقل. يعني التوجه بشكل أساسي في أوروبا نحو الرينيوبل إنرجي، وألمانيا في هذا المجال is the world leader في هذا المجال. وإذا بنلاحظ حتى المشاريع اللي بتدعمها الاتحاد الأوروبي خارجيا كلهيتها يعني بتقود إلى حاجة واحدة، إيش هي؟ إنه بتدعم التوجه نحو الرينيوبل إنرجي جلوبالي، يعني هو اللي بتكلم عليه والمشاريع اللي بدعموها اللي هي سستينابل إنرجي بشكل عام في العالم. الآن بشكل عام لما نيجي نتطلع على مين الدول اللي بتعتمد برسنتج وايز على الويند، الآن الدنمارك وصلت تقريبا 45% أو بين 42 إلى 45% من its capacity جاية من الويند إنرجي. الآن برتغال بتيجي بعدها، سبين، أيرلند، جيرماني، وطلع على الدول الثانية إيش بنلاحظ عليهن، بنلاحظ أقل النسب الموجودة. بس بشكل أساسي أكبر الدول في العالم اللي هي رايحة باستغلال طاقة الرياح بشكل أساسي واعتمادها كمصدر رئيسي إلها اللي هي الدنمارك، والدنمارك ماشية في هذا الاتجاه بشكل قوي جدا. الماركت فوركاست فور انوال انستولد كاباسيتي، بنلاحظ الايجا ماشية في اتجاه صحيح، يعني في جروث بدت. والهند بتتكلم انت على الهند والصين بشكل اساسي، هم لاعبين دوليين كبار. اوروبا لاعب دولي في هذا المجال. بنطلع على دول امريكا الشمالية في هذا المجال. الان نطلع الميدل ايست، احنا في المجال هذا لساتنا مش ماشيين مع التوجه العالمي. يعني بشكل اساسي العالم كله بتطلع نحو فري انرجي اللي احنا بنتكلم عليها طاقة الرياح، واحنا مش لاعب رئيسي كمنطقة بهذا المجال. يعني انت بتتكلم على لما نيجي نطلع الصين والهند بشكل اساسي لاعبين، وهدول بما انه في جنب في الاقتصاد تبعهم فاحنا بنتكلم على انه هدول رايحين في اتجاه دعم اقتصاداتهم بالطاقة الرخيصة. الماركت فوركاست فور كومولاتيف كاباسيتي، بنلاحظ هاي اللي بنتكلم عليها بهذه الاساس، هاي اسيا ماشية في اتجاه بيج جامب زي ما حكينا، راحت في اخر 5 سنوات الجامب تبعها فيري، يعني راحت تقريبا من 175 ل 350، يعني انت بتتكلم على تقريبا دبلد اتس كاباسيتي. بنتكلم على اوروبا ماشية في هذا الاتجاه، يعني مش دبل، يعني عملت بيج جامب. الاقل منها بنتكلم على نورث امريكا، بس بشكل اساسي اللاعبين الرئيسيين حاليا. طب ايش اللي بيخلينا نروح
الويند انرجي، ديماند فور كلين انرجي يعني كلين الكتريسيتي. العالم كله هي قاعد بتطلب من دوله او من المناطق في العالم انه كلها تروح ل كلين انرجي او جرين انرجي او سستينبل انرجي. والشغله الثانيه، في عندي ريدكشن اوف ذا كوست اوف ويند انرجي، يعني سعر الويند انرجي توربايد صار رخيص رخيص مقارنه وعلى المدى البعيد بنلاحظ لا في جدوى اقتصاديه من هذا المجال. الان ايفالويشن اوف كوست اوف اونشور ويند انرجي، بنلاحظ كان السعر عنده في 2010 ل 2030 شايفين الهاي بيج دروب تقريبا ل 50% من السعر الاصلي. احنا لساتنا هنا حوالين ال 70% او بين ال 70 وال 65 في هذه المنطقه الموجودين فيها، بس الدروب متوقع انه تنزل بشكل سريع جدا. الان لما نيجي نتكلم comparative cost of the energy، بنلاحظ السولار يعني لما نتيجي للأسعار اللي عندنا، طبعا الويند انرجي for large scale wind energy السعر تبعها صغير كثير مقارنة، لأنه في زي ما حكيت في جدوى. هذا اللي عندنا منطقة الـ average range for diesel fire generation for islands mode اللي عندنا بنتكلم عليها، بتتكلم على السمول ميديوم ويند السعر اعلى، السولار بي في جريد كونكتد هاي الموجود، السولار بي في اوف جريد، والسبب في الارتفاع هاد اللي هي البطاريات بشكل اساسي. اما تطلع عندنا هنا الجريد كونكتد تقريبا سعرها قريب من سعر الايش الديزل مواتير الديزل. الان الويند لارج سكيل بنلاحظ ارخص بكثير، لانه بتتكلم انت على حقول موجوده في هذا المجال. البايوماس غازيفيكيشن برضو سعرها مع هاي، اللاند فيل، الكوكونات اويل في هذا الرينج، سمول جيوثيرمال وسمول هيدرو، هذول ارخص. كل اللي تحت هذا ارخص من ال يعني الديزل فاير جينيريشن. الان اللي فوق هذول هاي احنا بنتكلم مش على الجريد الكتريسيتي، بنتكلم على المواتير اللي في البيوت او في المؤسسات. الان الاوفشور ويند انرجي هذه من الشغلات المهمه جدا، حنتكلم عنها كمان شويه، بناخذ بريك وبنرجع نتكلم عنها ان شاء الله.